والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. لازلنا مكملين الحديث المتصل السيريز بتاع الجافا سكريبت سترينجز ميثودز. الميثود بتاع النهاردة اسمها جميل كده، اسمها كونكات. كونكات وما تتلخبطش وتقول لي هي عبارة عن كونتاكت، علشان ايه تيجي تكتبها غلط تقول لي الكود مش راضي يتنفذ. لا هي مش كده يا جماعة. طبعا عندي سترينج ورحت كاتب فيها لو وعملت الاوبريتور زائد، وبعدين رحت كاتب كلمة ورلت، وانت عارف ان المسألة هتمشي مع الاوبريتور زائد عادي، يعني اوبريتور بتاع ارثمتك اوبريتور حسابي بيشتغل عشان يجمع سترينجين بسيطة، يعني فلما قلت document وtried string هيشتغل معايا عادي. طيب لو انا عملت السطر ده علشان ناخد بالنا من السطر اللي تحت منه يا جماعة، رحت كتب السترينج ورحت منادي على كونكات، وما بين البرنتسز يا جماعة بكتب النص اللي انا عايز اضيفه على المحتوى اللي موجود في السترينج، تفاهم دي؟ يعني هو السترينج دلوقتي فيها لو مش عارف ايه، انا لو مسحت الكلام ده وسبت بس الكوت، السترينج مفهوش غير كلمة هلو، رحت انا ضايف عليه النص ده، ده اللي بتعمله كونكات. لو انا عملت كنترول اس كده هتلاقي كلمه هالو اي ام ال، يبقى الكونكات ديت ببساطه انت ضايفها على مين؟ على الاوبجكت اللي اسمه سترينج اللي هو الفاريبل بتاعك علشان تضيف النص ده حتى واخد مسافه بعد منه، ده اللي بتعمله الكونكات. ده كده بشكل بسيط خالص في السترينجز، لكن الكونكات هتعمل لك بلاوي من هنا ب 60 نيله لما نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله في الميكسينج او الميرجينج للاريز، وده موضوع عميق جدا ومحتاج حبه وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.